بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس العشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. نستأنف دروسنا بعد نهاية عطلة الاختبارات، عطلة بعد نهاية الحج ونهاية عطلة الاختبارات ونهاية عطلة الربيع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، فإن المقصود بالعلم ليس لذاته، وإنما هو وسيلة إلى العمل الصالح. فالمقصود هو العمل الصالح، ولما كان العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان مبنيا على العلم الصحيح، كان لا بد من طلب العلم. وهذا هو ما يسعى إليه كل مسلم، وفق الله الجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. وقد حكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحلف هو القسم واليمين بمعنى واحد، وهو تأكيد أمر من الأمور بذكر معظم، تأكيد أمر من الأمور بذكر معظم، ويكون بالواو مثل والله، ويكون بالباء مثل لله، ويكون بالتاء مثل تالله. هذه حروف القسم. ولما كان القسم تعظيما للمحلوف به، والتعظيم لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، كان الحلف بغيره شركا، شركا بالله عز وجل. هو الحلف بالمخلوقات كلها، فلا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل. هذا هو مجال البحث الآن. نعم. والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. نعم، هو منهي عنه عند الجميع بالإجماع، أنه منهي عنه، ولكن الجمهور على أن النهي للتحريم كما هو الأصل في النهي، وذهب بعض العلماء إلى أن النهي للتنزيه، كراهية التنزيه، وإلا فالجميع مجمعون على النهي عن الحلف. لكن هل هو نهي يفيد التحريم أو يفيد الكراهة؟ نعم. حرام عند الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد. هو مذهب الأئمة الثلاثة، أبي حنيفة وهو أقدم الأئمة الأربعة، وكذلك في مذهب أحمد في مذهب الشافعي. نعم. وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك، إجماع الصحابة على تحريم الحلف بغير الله. نعم. وقيل هي مكروهة كراهة تنزيه، هذا القول الثاني. نعم. والأول أصح، الأول أنه كراهة التحريم أصح، لأن هو ظاهر النصوص، ظاهر النهي. نعم.
حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا، أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. قال هؤلاء الصحابة الأجلة الثلاثة عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، هذه الكلمة العظيمة: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بالله كاذبا سيئة، معصية، وأما الحلف بغير الله فهو شرك، ولا شك أن الشرك أعظم من المعصية. فهذا من فقههم رضي الله عنهم. نعم. وذلك لأن الحلف بغير الله شرك. نعم. والشرك أعظم من الكذب. الكذب معصية وحرام، لكن الشرك أعظم منه. فهذا وجه قولهم: لا نحلف بالله كاذبا لا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كاذبا معصية، والمعصية أخف من الشرك. نعم. وإنما نعرف النزاع في الحلف بالأنبياء، فعن أحمد في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم روايتان. وهل الحلف بالمخلوقين منهي عنه مطلقا أو يستثنى الأنبياء فيجوز الحلف بهم؟ هذا هو محل النزاع. نعم. وإنما نعرف النزاع في الحلف بالأنبياء، فعن أحمد في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم روايتان، إحداهما لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي، والثانية ينعقد اليمين به، واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي وأتباعه. نعم. الأئمة الثلاثة على أنه لا يجوز الحلف بالأنبياء عموما، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الثلاثة ورواية عن أحمد، عليها جمهور أصحابه. الرواية الثانية عن أحمد وعليها بعض الأصحاب أن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة جائز وينعقد، وهذا مرجوح بلا شك. نعم. والثانية ينعقد اليمين به، واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي وأتباعه، وابن المنذر وافق هؤلاء. ابن المنذر من الشافعية وافق هؤلاء الذين قالوا ينعقد الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. نعم. وأما بقية الأنبياء فلا يجوز الحلف بهم عند الجميع، وإنما هذا خاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي في الحلف به نزاع اختلاف، والصحيح عدم الجواز. نعم. وقصر لعموم الأحاديث الآتية، حديث الآتية عامة الأنبياء وفي غيرهم. نعم. وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وعد ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء. ابن عقيل من كبار الحنابلة، وهو يرى أن هذا شامل لجميع الأنبياء، ليس خاصا بالنبي، يجوز أو ينعقد الحلف بالأنبياء، لكن جمهور الأصحاب على خلاف ذلك، وأنه الذين قالوا ينعقد إنما هو في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. نعم. وعلى كل حال هذا خلاف أتى به الشيخ لبيان البحث في هذه المسألة، فمن عادته رحمه الله أنه يستقصي البحث
ثم يبين الصحيح والراجح، لئلا يأتي من يأتي ويقول المسألة فيها خلاف والشيخ لم يذكر هذا الخلاف، كما ينادي به اليوم كثير من الجهال والمغرضين ويقولون المسائل فيها خلاف وأنتم تجحدون الخلاف ولا تبينونه. فنحن نقول الخلاف يذكر، لكن العبرة بما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة. نعم. وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيا قول ضعيف في الغاية. هذه مسألة متفرعة عن الحلف بالمخلوق، هل ينعقد مع تحريمه ويكون به كفارة؟ يرى هذا بعض العلماء، والجمهور على أنه لا ينعقد ولا تجب به كفارة، وهذا هو الصحيح. نعم. وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيا قول ضعيف في الغاية مخالف للأصول والنصوص. كيف ينعقد وهو منهي عنه؟ منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، فلا ينعقد الحلف بغير الله ولا تجب به كفارة، لأن وجوب الكفارة مبني على انعقاد اليمين، ولذلك لغو اليمين ليس فيه كفارة. لا يؤاخذكم الله باللغو بأيمانكم، لأن اللغو غير منعقد. نعم. فالإقسام به على الله والسؤال به بمعنى الإقسام هو من هذا الجنس، يعني الحلف بالمخلوق قد يكون حلفا بمخلوق على مخلوق، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. وقد يكون إقساما على الخالق وهذا أشد، فلا يقسم بالمخلوق على الخالق، لا يقسم بالمخلوق على الخالق جل وعلا. نعم. وأما السؤال بالمخلوق إذا كانت فيه باء السبب ليست باء القسم، وبينهما فرق. نعم. الإقسام بالمخلوق على الله أو على المخلوق بالباء يحتمل أنه أراد الحلف لأن الباء من حروف القسم، ويحتمل أنه أراد باء السببية فلا يكون حلفا، وإنما يقول أسألك بسبب فلان، بسبب فلان وما له من المنزلة عندك والقرابة منك، سببية ليست قسما، فهذا لا يدخل في اليمين. إذا كانت الباء باء السببية فلا تدخل في الحلف. نعم. وأما السؤال بالمخلوق إذا كانت فيه باء السبب ليست باء القسم، وبينهما فرق. بينهما فرق، بين باء السبب وباء القسم. باء السبب ليس فيها إثم، وأما باء القسم ففيها الإثم، لأن حلف بغير الله. نعم. وبينهما فرق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار القسم، وثبت بإبرار القسم يعني الوفاء به، إبرار القسم يعني الوفاء به. فإذا حلف عليك أحد بالله أن تأكل أو أن تشرب أو أن تدخل بيته، فإنه يجب عليك أن تبر بقسمه ولا تحنثه، تعظيما لله سبحانه وتعالى. نعم. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال ذلك لما قال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. كتاب الله. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
نعم، الحلف على الله بالله عز وجل، كأن تقول والله يا ربي، أو أحلف بك يا ربي أن تقضي حاجتي، تحلف بالله على الله. فهذا لا بأس به، لأنه من حسن الظن بالله عز وجل وتعظيم الرغبة بالله عز وجل. ولكن هذا لا يكون لكل أحد، وإنما يكون لخواص الأولياء، لخواص أولياء الله عز وجل. فإن من أولياء الله من لو أقسم على الله لأبره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع، الربيع بنت النضر، فإنها صار بينها وبين جارية من جوار الأنصار مشادة، فالربيع كسرت ثنية الجارية، جاء أهلها يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون القصاص، والله جل وعلا قال كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والسن بالسن والجروح قصاص، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. فالله أوجب القصاص في السن، جاءوا يطالبون بحقهم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فأخوها أنس بن النضر، وكان من سادات الصحابة ومن أولياء الله المخلصين، قال يا رسول الله تكثر ثنية الربيع؟ يتعجب من هذا أو يستبعد هذا؟ قال نعم، كتاب الله القصاص، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحابي أحدا، يقيم الحق على القوي وعلى الضعيف وعلى كل أحد، حكم بالقصاص. فقال والذي بعثك بالحق، محل الشاهد، والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر ثنية الربيع، هو ليس يعترض على حكم الله، وإنما يؤمل في الله أن الله يهيئ فرجا لها ومخرجا، فهذا من باب حسن الظن بالله عز وجل. وقد وقع هذا، فقد ألقى الله في قلوب هؤلاء، ألقى الله في قلوبهم أن يسمحوا عن الربيع، فهذا من كرامة، هذا من كرامات الأولياء، أن الله ألهم هؤلاء على أن يسمحوا، لأن أنسا أقسم على الله ألا يقتصوا منها فأبر الله قسمه، فهذا يعد من كرامات أولياء الله عز وجل. الشاهد منه أن الحلف على الله إذا كان من باب حسن الظن بالله فإنه جائز، أما إذا كان من باب الحجر على الله وسوء الظن بالله فإنه حرام ومحبط للعمل، كما جاء في الحديث في الرجلين من بني إسرائيل أن أحدهما كان يلقى أخاه على المعصية فينهاه عن ذلك، ثم يلقاه مرة ثانية فينهاه، واستمر الرجل يعصي الله، فأخذت هذا الرجل الذي ينكر عليه، أخذته الشدة وقال والله لا يغفر الله لفلان، هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى وسوء ظن بالله وتقنيط من رحمة الله، هذا لا يجوز. فمن حلف على الله لا يفعل الخير فهذا لا يجوز، وهذا حلف أن الله لا يغفر، فأساء الأدب مع الله عز وجل. قال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له
وأحبطت عملك، أحبطت عملك، حبط عمله لأنه أساء الأدب مع الله عز وجل ويأس من رحمة الله. والله جل وعلا يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يجوز لأحد أن يقطع أن الله لا يغفر لأحد، لأن هذا من سوء الظن بالله. أما أن يقسم على الله أن يفعل الخير وأن ينزل الغيث وأن ينصر المسلمين فهذا أمر طيب، لأن هذا من حسن الظن بالله عز وجل. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. نعم، هناك من أولياء الله من ليس له مظهر يعجب الناس وليس له جاه عند الناس، أشعث أغبر، ما عليه ملابس جميلة ولا أبهة ينظر الناس إليه من أجلها، وإنما هو أشعث، أشعث الرأس، أغبر، عليه الغبار، مدفوع بالأبواب، ما إذا جاء يبي شيء من السلاطين أو من الأمراء يدفعونه لأنه ما هو معروف، ولا مدفوع بالأبواب، فالناس يأنفون منه، لكنه قريب من الله جل وعلا، لو أقسم على الله لأبره. فدل هذا على أن العبرة ليست بالمظاهر ولا بالجاه، وإنما العبرة بالقلب وما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فلا تحتقر أحداً لمظهره أو لأنه ليس له جاه أو لا تقبل شفاعته أو لا يزوج، لا تحتقره، قد يكون من أخص أولياء الله عز وجل. فالميزان ليس باعتبار الناس ونظرة الناس، وإنما الاعتبار بالإيمان الذي في القلب. نعم. رواه مسلم وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. هذه صفات أهل الجنة: كل ضعيف مضعف متواضع لله عز وجل، ليس له مظهر وليس له مكانة عند الناس، لكن صلته بالله قوية، هذا يكون من أهل الجنة. وأهل النار كل عتل، يعني غليظ، العتل هو الغليظ الجافي، جواب، كثير اللحم، مختال في مشيته، يعني مظهره جسمه يعجب الناس، لكنه من أهل النار لأنه مستكبر وليس له صلة بالله عز وجل. الله جل وعلا قال في المنافقين: تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. مظاهرهم بهية وطلعاتهم بهية وعندهم فصاحة، لكنهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم ليس لهم صلة مع الله جل وعلا. فليست العبرة بالمظاهر، وإنما العبرة بما في القلوب من الإيمان بالله عز وجل واليقين بالله، ولو لم يكن هناك مظهر للإنسان. نعم. وهذا في الصحيحين، وكذلك حديث أنس ابن النضر والآخر من أفراد مسلم. حديث أنس ابن النضر في الصحيحين، والحديث الذي بعده انفرد به مسلم ولم يروه البخاري. نعم. وقد روي في قوله: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أنه قال:
منهم البراء بن مالك. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو اقسم على الله لأبره. قال هذا في أنس بن النضر رضي الله عنه. وهناك شخص آخر أيضا هو البراء بن مالك، أخو أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شجاعاً مجاهداً في سبيل الله عز وجل، وسيأتي ذكره رضي الله عنه، أنه من الذين لو أقسم على الله لأبره. وكان ليس له منظر، كان شعثاً أشعث أغبر. نعم. وكان البراء رضي الله عنه إذا اشتدت الحرب بين المسلمين والكفار يقولون: يا براء أقسم على ربك، فيقسم على الله فينهزم الكفار. نعم، يقسم على الله فالله يبر بقسمه ويهزم الكفار. نعم. فلما كانوا على قنطرة بالسوس قالوا: يا براء أقسم على ربك. وهو الذي تسور الحديقة على مسيلمة الكذاب في حرب اليمامة، تسورها وفتح للمسلمين فدخلوا، وقد احتمى بها مسيلمة وجنده فقتلوه. وهو الذي تشجع وقال لهم: احملوني وألقوني في الحديقة. فحملوه على الرماح وألقوه في الحديقة ففتح الباب فدخلوا. هذا من مواقفه رضي الله عنه. نعم. فلما كانوا على قنطرة بالسوس قالوا: يا براء أقسم على ربك، يعني في بعض المغازي. نعم. أقسم على ربك، فقال: يا رب أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد، فأبر الله قسمه فانهزم العدو، واستشهد البراء بن مالك يومئذ. وهذا هو أخو أنس، هو أخو أنس. فالله بر بقسمه في أمرين: الأمر الأول انهزام المشركين، والأمر الثاني حصول الشهادة له رضي الله عنه. نعم. وهذا هو أخو أنس بن مالك. أخو أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك بن النضر. نعم. قتل 100 رجل مبارزة، مبارزة بالسيف، يعني المبارزة يبرز اثنان، واحد من المسلمين وواحد من الكفار، بالسيف بالسيوف يتقاتلان، هذه المبارزة. وهذه لا يقدم عليها إلا الشجاع، وقد بارز 100 شخص من الكفار وقتلهم. هذا من مواقفه رضي الله عنه. نعم. قتل 100 رجل مبارزة غير من شرك في دمه. وقتل غير هذه 100 ممن شارك في دمه مع غيره. نعم. وحمل يوم مسيلمة على ترس ورمي به إلى الحديقة حتى فتح الباب. على ترس، وهو ما يتقى به السلاح، صحن يشبه الصحن من الحديد، يجعله المقاتل أمام وجهه عن السهام. أجلسوه على هذا الترس وحملوه بأيديهم حتى شارف السور، فسقط في الحديقة وفتح الباب للمسلمين. هل بعد هذه الشجاعة شجاعة؟ ونصر الله المسلمين بسببه. نعم. والإقسام به على الغير أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا، فإن حنثه ولم يبر قسمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه. نعم. والإقسام به على الغير أن يحلف، الإقسام على الغير، الإقسام على الله عرفناه، الإقسام على المخلوق بالله، الإقسام بالله على المخلوق يجب الإبرار به. إذا حلف عليك أخوك تفعل كذا وليس فيه إثم، ليس فيه إثم، فإنك تبر بقسمه. حلف عليك أن تدخل عنده، أن تأكل من طعامه، أن تقبل هديته،
فعليك أن تبر قسمه ولا تحنثه، تعظيما لليمين وجبرا لخاطر أخيك. نعم. والإقسام به على الغير أن يحلف المقسم على غيره ليفعلن كذا، فإن حنثه ولم يبر قسمه، فإن حنثه ولم يبر قسمه فالكفارة على الحالف لا على المحلوف. لا، عرفنا أنه يجب عليه أن يبر بقسمه، فإبرار المقسم واجب، لكن لو أنه لم يفعل وحنث أخاه ولم يستجب فالكفارة تكون على الحالف لا على المحلوف عليه. نعم. فالكفارة على الحالف لا على المحلوف عليه عند عامة الفقهاء. نعم. لأنه هو الحالف. نعم. كما الله أوجب الكفارة على الحالف، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، كفارته إطعام 10 مساكين إلى آخر الآية. نعم. كما لو حلف على عبده أو ولده أو صديقه ليفعلن شيئا ولم يفعله فالكفارة على الحالف الحانث. نعم، لأنه هو الذي حلف فتجب عليه الكفارة بالحنث، والحنث هو عدم الوفاء باليمين. نعم. وأما قوله سألتك بالله أن تفعل كذا، فهذا سؤال وليس بقسم. سألتك بالله، هذا سؤال وليس بحلف، ليس بقسم، فهو لم يقسم عليك بالله، وإنما سألك بالإيمان بالله، لأنك مؤمن تؤمن بالله، فتتعاطف مع أخيك المؤمن من باب الأخوة بالله عز وجل. نعم. فهذا سؤال وليس بقسم. وفي الحديث من سألكم بالله فأعطوه. نعم، في الحديث من سألكم بالله فأعطوه، تعظيما لله عز وجل، فتعطيه من أجل تعظيم الله الذي سألك به. والله جل وعلا قال في مطلع سورة النساء: فاتقوا الله الذي تساءلون به، تساءلون به، يقول أحدكم للآخر أسألك بالله أن تعطيني كذا. نعم. ولا كفارة على هذا إذا لم يجب سؤاله. نعم، لأن هذا ليست يمين، إذا قال أسألك بالله ولم تعطه ما سأل أليس في هذا كفارة، لأنه ليس يمينا. نعم. والخلق كلهم يسألون الله مؤمنهم وكافرهم والخلق كلهم يسألون الله مؤمنهم وكافرهم، وقد يجيب الله دعاء الكافر، فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم ويسقيهم، وإذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه، فلما نجاهم إلى البر أعرضوا وكان الإنسان كفورا. الله يجيب الدعاء حتى ولو من الكافر، كما جاء في الأدلة، والله يجيب دعاء الكافر إذا كان مظلوما، إذا كان مظلوما ودعا على ظالمه فإن الله يجيب دعاءه، وكذلك يجيب دعاء الكافر في حالة الضرورة، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، فكانوا يدعون الله مخلصين له الدين في حالة الضرورة ولا يدعون غيره وينسون ما يشركون، فيستجيب الله دعاءهم. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه ولما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. نعم. وأما الذين يقسمون على الله فيبر قسمهم فإنهم ناس مخصوصون، مخصوصون وليس لكل أحد، وإنما هو لخواص أولياء الله عز وجل الذين صدقوا مع الله عز وجل، كأنس بن النضر والبراء بن مالك. نعم.
فالسؤال كقول السائل لله: أسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. سببية هذه، ليست قسما على الله، إنما هي سببية. أسألك بأنك أنت الله، نعم. وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا من التوسل بأسماء الله. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا من التوسل. أسألك بأنك أنت الله، هذا من التوسل بألوهيته سبحانه وتعالى وربوبيته ووحدانيته، نعم. فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته، وليس ذلك إقساماً عليه، وإنما هو توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، نعم. فإن أفعاله هي مقتضى أسمائه وصفاته، فمغفرته، نعم، أفعاله كلها من أسمائه وصفاته. فالله جل وعلا يخلق ويرزق ويرحم ويغضب ويعطي، كل هذا مقتضى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، نعم. فمغفرته ورحمته من مقتضى اسمه الغفور الرحيم، نعم. وعفوه من مقتضى اسمه العفو، نعم. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم، ليلة القدر ليلة عظيمة نوه الله بشأنها في القرآن، ويستجاب فيها الدعاء. فعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن وافقتها ماذا تقول، يعني بماذا تدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. سألت الله باسمه العفو أن يعفو عنها، فهذا من التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه، نعم. وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادي، كذلك من أفعاله أنه يهدي ويدل إلى الخير، هذا من اسمه الهادي، من اسمه الهادي، نعم. وفي الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن يقول: يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين. نعم، هذا يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه أمر رجلا أن يدعو الله ويقول: يا دليل الحيارى دلني. فالذي يدل الحيارى هو الله جل وعلا، فهذا من مقتضى أسمائه وصفاته، نعم. وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب، كل أفعاله سبحانه منطلقة من اسمه الرب، فإن مقتضى ربوبيته أنه يتصرف في ملكه وفي عباده ويراعي ما يصلحهم وما ينفعهم وما يقيم حياتهم وما يضمن مصالحهم، كل هذا من مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى، نعم. وجميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب، ولهذا يقال في الدعاء: يا رب يا رب. ولهذا يكرر الرب الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. فيفتتح الدعاء بالرب، باسم الرب سبحانه وتعالى. ومنه حديث
المسافر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يكرر يكرر. والدعوات التي في القرآن كلها مصدرة بالرب سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا يقال، فلهذا يستحب للداعي أن يدعو باسم الرب سبحانه وتعالى، ولا يقول يا سيدي، وإنما يقول يا ربي. نعم. ولهذا يقال في الدعاء يا رب يا رب، كما قال آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. فهذا آدم أبو البشرية دعا ربه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وذريته يدعون الله بربوبيته سبحانه وتعالى. نعم. وقال نوح عليه السلام: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا نوح عليه السلام أول الرسل، لما غرق ابنه مع الكفار وسأل ربه، قال: ربي إن ابني من أهلي. الله جل وعلا وعده أن ينجيه وأهله، ونوح قال: ربي إن ابني من أهلي. فالله جل وعلا عاتبه وقال: إنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهلك الناجين. ولا ينفع الكافر كونه من كونه ابنا لنبي أو أبا لنبي، الكافر لا ينفعه قرابته من النبي، وهو ليس من قرابة النبي الذين ينتفعون بالقرابة لما هو عليه من الكفر. فقال: ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة: إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الشاهد أنه أتى برب. نعم. وقال إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. دعوات إبراهيم عليه السلام كلها مصدرة يا رب، ربنا، كلها ربنا. ربنا إني أسكنت من ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. نعم. وكذلك سائر الأنبياء. نعم. وقد كره مالك وابن أبي عمران من أصحاب أبي حنيفة وغيرهما أن الداعي يقول يا سيدي، وقالوا: قل كما قالت الأنبياء: ربي ربي. كره مالك بن أنس رحمه الله، أحد الأئمة الأربعة، وبعض الشافعية، أنه يدعو ويقول يا سيدي يا سيدي، يعدل عن قوله يا ربي يا ربي. نعم. واسمه الحي القيوم يجمع أصل معاني الأسماء والصفات، كما نعم. الحي القيوم، قيل هذا هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. لماذا؟ لأن الحي يجمع كل صفات الربوبية، والقيوم يجمع كل صفات الألوهية، فهما اسمان يتضمنان كل الأسماء والصفات. فالحياة، الحي يتضمن كل أفعال الربوبية من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، والقيوم كل أفعال الإلهية، حاجات العباد وأحوال العباد كلها تتعلق بالألوهية. نعم. القيوم، القيام، مبالغة من قيامه بأمور خلقه سبحانه وتعالى، فهو القائم على كل نفس بما كسبت، وهو القائم بأحوال عباده. والقيوم صيغة مبالغة من القيام، والقيوم هو الذي قام بنفسه وأقام غيره،
قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد، وأقام غيره فاحتاج كل أحد إليه سبحانه وتعالى. نعم. واسمه الحي القيوم يجمع أصل معاني الأسماء والصفات. نعم. كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع في مثل مؤلفات الشيخ رحمه الله. نعم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا اجتهد في الدعاء. كان صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء وألح يقول يا حي يا قيوم، لعظم هذين الاسمين من بين الأسماء والصفات. نعم. فإذا سئل المسؤول بشيء والباء للسبب سئل. نعم. بسبب. نعم. فإذا سئل المسؤول بشيء. نعم. والباء للسبب سئل بسبب يقتضي وجود المسؤول، فإذا قال أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، سبق أن الباء تحتمل أنها للقسم، تحتمل أنها للسببية، فإذا كانت للقسم فلها حكم الحلف، وإذا كانت للسببية فلا، لا تقتضي الحلف. نعم. فسؤال السائل فإذا نعم. فإذا سئل المسؤول بشيء والباء للسبب سئل بسبب يقتضي وجود المسؤول، فإذا قال أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، كان كونه محمودا من أسألك بأنك أنت الله، الباء سببية، لأنك أنت الله المنان يعني المعطي، المن هو العطاء الذي يمن جل وعلا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فهو الذي يمن بالعطاء ويعطي سبحانه وتعالى. نعم. فإذا قال أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، كان كونه محمودا منانا بديع السماوات والأرض يقتضي أن يمن على عبده السائل. والمن هو العطاء، بل الله يمن عليكم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. نعم. وكونه محمودا هو يوجب أن يفعل ما يحمد عليه، لأن لك الحمد، ولا وكونه له الحمد، كونه جل وعلا له الحمد، هذا يدل على استحقاقه له بأفعاله، فالحمد هو الثناء على الله جل وعلا بأفعاله. نعم. وكونه محمودا هو يوجب أن يفعل ما يحمد عليه، وحمد العبد له سبب إجابة دعائه، فالله جل وعلا يحمد لذاته ويحمد لأفعاله ويحمد لأسمائه وصفاته. نعم. ولهذا أمر المصلي أن يقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله دعاء من حمده. نعم. سمع الله يراد به أن الله يسمع الأصوات كلها ولا يخفى عليه منها شيء، وهذا اسم وصفة من صفاته، ويحتمل سمع بمعنى استجاب، فإذا جاءت اللام بعده فهو بمعنى الاستجابة، سمع الله لمن، سمع الله لمن حمده، يعني استجاب لمن حمده، وإلا فهو يسمع كل الأصوات الحامد وغير الحامد، لكن هذا سماع خاص بمعنى استجاب لمن حمده. نعم. فإذا وجدت من يفسر سمع الله لمن حمده بمعنى استجاب فلا تنتقده، تقول هذا تأويل، لا، هذا هو معنى هذه اللفظة في هذا الموضع. نعم. ولهذا أمر المصلي أن يقول سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله دعاء من حمده. نعم. فالسماع هنا بمعنى الإجابة والقبول. هنا السماع هنا هو دائم، السماع هنا بمعنى الإجابة والقبول، ويأتي السماع بمعنى سماع الأصوات والدعوات. نعم. فالسماع هنا بمعنى الإجابة والقبول، كقوله صلى الله عليه وسلم
أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. أي هذه دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. الشاهد في قوله دعاء لا يسمع، هل الله لا يسمع الدعاء بمعنى السماع الذي هو سماع الصوت؟ لا، لا يسمع يعني لا يستجاب له، يراد به هنا لا يستجاب له، وإلا فالله يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. ومن دعاء لا يسمع أي لا يستجاب. نعم. ومنه قول الخليل عليه السلام في آخر دعائه: إن ربي لسميع الدعاء. لسميع الدعاء يعني مجيب، مجيب الدعاء، وليس القصد أنه يسمع الدعاء سماع الأصوات فقط، وإنما يسمع الصوت ويجيبه جل وعلا. نعم. ومنه قوله تعالى: وفيكم سماعون لهم. الله جل وعلا قال عن المنافقين: وفيكم سماعون لهم، أي مستجيبون للمنافقين. من المؤمنين من يتأثر بالمنافقين، يتأثر بالمنافقين ويؤثرون عليه، فالله جل وعلا حذر من هؤلاء: فيكم سماعون لهم، أي مستجيبون لهم. نعم. وقوله تعالى: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. سماعون لقوم آخرين، سماعون للكذب يعني مستجيبون للكذب، يقبلون. سماعون لقوم آخرين من الكفار، يعني يستجيبون لهم ويصرفونهم عن الإيمان. فكل من اتبع مضلاً من المضلين فقد استمع له، أي استجاب له وتأثر به. ومن هذا يؤخذ خطورة دعاة الضلال، أنهم يؤثرون على بعض الناس ويتأثر بهم ويقبل منهم. نعم. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي يقبلون الكذب ويقبلون من قوم آخرين لم يأتوك، أي لم يأتك أولئك القوم. ولهذا أمر المصلي أن يدعو بعد حمد الله تعالى بعد التشهد المتضمن الثناء على الله سبحانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه يصلي ويدعو ولم يحمد ربه ولم يصلي على نبيه: هذا من آداب الدعاء. نقف عند هذا، من آداب الدعاء هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لي والدة مريضة مرضا شديدا، فكيف تتحقق لي الولاية لكي أقسم على الله أن يعافيها ويشفيها، وهل لي أن أفعل ذلك؟ أن تدعو الله أن يشفيها ويعافيها ولو لم تقسم، ادعو الله أن يشفيها ويعافيها ولو لم تقسم، لا بالدعاء مفتوح. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما رأيكم في من يحنث الحالف عليه ويقول إن هذا من تعظيم الله لكي لا يتساهل في اليمين؟ لا، هذا لا يجوز، هذا كلام غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم تعظيما لله عز وجل الذي حلف عليك به، إلا إذا كان إن إبراره فيه إضرار عليك أكبر، أو أنه طلب منك شيئا لا يجوز، حينئذ لا تجبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: القول القائل بذمتي يعد من الحلف المحرم؟ أي نعم، إذا كان قصده القسم فهذا من الحلف بغير الله، لكنهم يقولون في ذمتي، ما يقولون بذمتي، يأتون بالفاء،
والفاء ليست من ألفاظ القسم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله في مسألة الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم معتبر وله حظ من النظر، أم هو من الخلاف الذي لا يعتد به؟ الخلاف المرجوح، هذا من الخلاف المرجوح، فلا يؤخذ به ولا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا عام، فلا ينظر إلى الخلاف الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الاجتهاد الذي لا دليل عليه. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين قول أسألك بالله وأسألك بوجه الله؟ أسألك بالله أو كله سواء، لأن أسألك بالله الألوهية من أسماء الله عز وجل، ووجه الله من صفاته، وجه الله من صفاته، فالله من أسماء الله، ووجه الله من صفات الله الذاتية، كلاهما صحيح. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حيث أن هذا سؤال باسم الله وهذا السؤال بصفة، يكون هناك فرق بين الاسم والصفة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يحلفون بغير الله، وإذا قيل لهم إن هذا شرك قالوا إنما هو مجرد لفظ باللسان وليس اعتقادا منا بالقلب، فهل كلامهم صحيح؟ الله أعلم بالنيات، نحن لا نعلم، لكن حنا ننصحهم ويقولون هذا ما نويناه، هذا بينهم وبين الله، لكن الواجب علينا نصيحتهم أن لا يحلفوا إلا بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما وجه الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله في انعقاد اليمين بالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما أعرف لها وجه، ولا أدري عن ثبوتها عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الواحد من أسماء الله تعالى فيقول الإنسان: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد؟ لا، ما ورد هذا. أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فنحن نمشي مع الوارد فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقسم الشخص جاء الواحد القهار، الواحد القهار، ما تقول الواحد فقط، بل تقول الواحد القهار كما جاء في القرآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقسم الشخص على الله ولم يحصل المقسم عليه، هل تكون عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يتكرر من أولادي الصغار قولهم: والله لا تضربني، إذا أردت تأديبهم فأكف عنهم تعظيما لله، فهل أنهاهم عن كثرة هذا الحلف أم أتركهم ليتربوا على تعظيم الله؟ وهل لي أن أضربهم إذا حلفوا وقالوا والله لا تضربنا؟ عبد إبراهيم النخعي رحمه الله يقول: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، فلا تتركهم يمتهنون الحلف بالله. وأيضا هذا معناه أنك تترك تأديبه، تترك تأديبه، فلا تترك تأديبه فيتخذ هذا واقيا له ويفعل ما يشاء، وإذا أردت أن تؤدبه حلف. لا. نعم. وهو ليس عليه كفارة لأنه غير مكلف، لأنه ما دام دون البلوغ هو غير مكلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حادثة الحديقة يستشهد بها بعض الناس بجواز تفجير الإنسان لنفسه في الأعداء للفتك بهم، فما صحة؟ ما فجر نفسه، هو ما فجر نفسه، سبحان الله، من هنا الاستدلال العقيم هذا. هل البراء فجر نفسه
أو أنه غامر وفتح الباب للمسلمين وما فجر نفسه ولا قتل نفسه ولا انتحر. نعم. ونجا، شوف نجا، نجا وعاش بعد ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لتقسيم الكراهة إلى كراهة تحريم وكراهة تنزيه. نعم. يقول بالنسبة لتقسيم الكراهة إلى كراهة تحريم وكراهة تنزيه، من الذي يقول بذلك من أهل العلم وهل له وجه؟ المتأخرون، نعم، المتأخرون من العلماء قسموا الكراهة إلى قسمين، كراهة تحريم كراهة تنزيه حسب الأدلة. أما القدامى فإنهم يريدون بالكراهة كراهة التحريم. نعم. وهذه اصطلاحات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول بعض الناس أمانتك لا تفعل كذا، فهل يعد هذا حلف؟ نعم، هذا حلف. الأمانة أنك ما تحلف كذا هذه حلف، بس أن الواو محذوفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من حلف بالأمانة، لا يجوز الحلف بالأمانة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل حلف على زوجته وقال إن عليه الحرام ألا يقرب جوالها الخاص بها، ثم قام بعد فترة باستخدام ذلك الجوال، فهل في ذلك حكم شرعي وهل هذا يمين؟ عليه أن يأتي إلى دار الإفتاء ويقدم سؤاله وينظر فيه إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السيد وبين قوله عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم؟ هو السيد هذا عام، وأما سيدكم هذا خاص، سيدكم هذا خاص ما هو عام، ما قال قوموا للسيد، قال قوموا إلى سيدكم، هذه سيادة خاصة. مثل الرب، الرب إذا أطلق فالمراد به رب العالمين، أما إذا قيل رب الدار رب الدابة هذه ربوبية خاصة بمعنى صاحب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما وجه كراهة الإمام مالك للدعاء بيا سيدي مع أنه قد ثبت إن الله هو السيد؟ ما ورد الدعاء به، وإنما ورد الدعاء بالرب ولم يرد بالسيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين هذا الكتاب الذي ندرسه والكتاب الآخر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قاعدة في الوسيلة، هل هما كتاب واحد؟ هذا هو، هذا اسمه قاعدة في التوسل والوسيلة، هذا هو نفس الكتاب، لكن ذاك قاعدة في الكرامات، في الخوارق والكرامات. نعم. يقول فضيلة قاعدة في المعجزات والكرامات، هذه رسالة أخرى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حلفت أن تختم القرآن كل شهر إذا نجحت، فقد نجحت هذه المرأة فختمت القرآن كل شهر فترة من الزمن، ثم إنها قد عجزت عن ذلك، فما هو الحكم فيها؟ تكفر، إذا عجزت تكفر، وإذا قدرت تقرأ القرآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي أفضل الكتب في ذكر فقه أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى؟ ألفت كتب كثيرة في شرح أسماء الله الحسنى، وفيه نظم كثير، نظمات، وفي النونية لابن القيم، وفي موجود، كل هذا موجود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو أرجح الأقوال في اسم الله الأعظم وفقكم الله؟ أرجح الأقوال الله أعلم الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل حلف على أخيه ألا يعطيه السيارة، رجل حلف على أخيه ألا يعطيه السيارة، ثم إن أباه أعطاه هذه السيارة من غير علمه، فما هو الحكم؟ إذا كان هو ما أعطاه السيارة وإنما أعطاها إياه غيره إنه لا يحلف في هذا. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجمع بين قول المؤلف رحمه الله وقد يجيب الله دعاء الكافر
فإن الكفار يسألون الله الرزق فيرزقهم، وبينما ورد في الحديث ومطعمه حرام وملبسه حرام فأنى يستجاب لذلك. نعم، قد يستجيب الله للكافر وقد لا يستجيب، ويستجيب للمؤمن وقد لا يستجيب. الكافر إنما يستجاب له إذا كان مظلوما أو إذا وقع في شدة وأخلص الدعاء لله، فإنه يستجاب له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا توسل العبد بعمله الصالح عند الله فما هو مصير عمله الصالح؟ هل ينفد وينقص؟ وهل له أن يدعو به مرة أخرى؟ لا بأس بذلك، والله غني كريم سبحانه وتعالى، لا ينقصه من عمله شيء، وهذا عبادة لله، سؤال الله عز وجل والتوسل إليه بالعمل الصالح عبادة لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الحلف بحياة الله عز وجل؟ نعم يجوز، صفة من صفات الله، بل هي أعظم صفات الله، يجوز الحلف بحياة الله، إنما لا يجوز الحلف بحياة المخلوق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط للتحريم النية عند التشبه بالكفار بحلق اللحية؟ هل إيش؟ هل يشترط للتحريم أن يكون ناوياً للتشبه بالكفار في حلق اللحية مثلاً؟ تحريم، لأن الرسول نهى عن ذلك، فإذا عصى الرسول فعل المحرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، نوى التشبه وما نواه، وعصى الرسول صلى الله عليه وسلم، خالف أمره، ارتكب المحرم، فإذا نوى التشبه فهذه زيادة شر، زيادة إثم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قوم يخضبون بالسواد آخر الزمان كحواصل الحمام، ما معنى كحواصل الحمام؟ بياض، يعني يصير هي بياض، أنت تشوف اللي يصبغون تخرج أصول الشعر بيضاء، لأن الشعر يطول كل يوم يطول، فيخرج يطلع شيء أبيض فيصبح مشوه، يصبح الإنسان مشوه. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ولهذا يقول الشاعر: نسود أعلاها وتأبى أصولها، ولا خير في أصل إذا فسد الفرع، ولا خير في فرع إذا فسد الأصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا صيحة واحدة ما لها من فواق؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي ما لها من مثنوية. فما معنى قوله مثنوية؟ ثانية، يعني صيحة واحدة ما لها ثانية، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. نعم، ليس لها مثنوية، يعني ما في صيحة ثانية. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم العمل في شركات التأمين؟ وإذا كان هناك شخص يعمل فيها، فهل يجوز لي أن آكل من ماله وأن أقبل هديته إذا أعطاني إياها؟ العمل في الشيء بناء على حكمه، إذا كان الشيء حراماً فالعمل فيه حرام، والتأمين حرام، لأن فيه أكلاً لأموال الناس بالباطل، وفيه ربا، وفيه غرر وجهالة، فيه أمور كثيرة. التأمين حرام بجميع أنواعه، التأمين التجاري حرام بجميع أنواعه، فالعمل فيه حرام. وإذا كان هذا الموظف ليس له راتب، ليس له مصروف إلا من هذا الراتب، فلا تأكل منه. أما إذا كان له مال غير هذا الراتب، ولم تعلم أن هذا الطعام من هذا الراتب، فإن الأصل الإباحة، تأكل منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا العصر كما يقولون هو عصر الإعلام، فما حكم تصوير المحاضرات والندوات وخطب الجمعة من الحرمين أو غيرهما بكاميرا الفيديو لنقلها في الإذاعات والتلفاز للعالم ليستفيد منها العالم كله؟ هذه مسألة فايتتنا، تصوير في التلفزيوني في المسجد الحرام والمسجد النبوي فايتتنا، ما لنا فيها تصرف، ولم يسألونا. وأنت إذا عرفت الحكم تبي تروح تمنعها؟ ما
تستطيع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أعقد أما أنت فلا تصور، أما أنت في نفسك فلا تصور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أعقد عقد زواجي مع والد الزوجة عبر الهاتف؟ هل إيش؟ هل يجوز لي أن أعقد عقد زواجي مع والد الزوجة عبر الهاتف؟ لا، عبر الهاتف لا، لازم من الحضور في مجلس العقد وسماع الإيجاب والقبول، حضور الزوج والولي وحضور الشهود في مجلس العقد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند القيام من التشهد الأول والاعتماد على اليد على صفة العاجن، هل هي سنة؟ وما صحة الحديث الوارد في ذلك؟ إذا كان أنه يحتاج إلى هذا، إذا كان يحتاج إلى الاعتماد على يده يعتمد، لكن لا على صفة العاجن، وإنما يبسط يده كذا على الأرض، يبسط يده كذا أو يديه ويقوم، ما يقول كذا، هذا منهي عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول القائل لعمري، هل هذا قسم بغير الله؟ لا يقصد به، هو أصله قسم، أصله قسم، لأن اللام لام القسم، لكن صار من الكلام الذي يستعمل ولا يقصد به القسم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض العوام يقولون عند إرادة شيء كقدوم ضيف لإكرامه يقول علي الحرام أن تأكل أو علي الطلاق، هل هذا حلف؟ وما هو التفصيل في ذلك؟ هذا حلف. نعم، هذا حلف، ولا يجوز الكلام هذا، لا تقول علي الحرام علي الطلاق، لا تقول كذا، تحرج نفسك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل سيدخل غرفة العمليات قبل صلاة المغرب وقد لا يخرج من البنج إلا بعد صلاة الفجر، فما الحكم في صلاته؟ الحكم أنه إذا كان قريب من صلاة المغرب فلا يدخل البنج حتى يصلي، أما إذا كان فيه وقت قبل الغروب والحالة تستدعي العجلة في العملية فإنه يدخل ويخرج من البنج قبل طلوع الفجر، لأن البنج له توقيت معروف عند الفنيين، توقيت، يسأل الفنيين متى يفيق، يسألهم متى يفيق ويعتمد خبرهم في ذلك، فإذا كان المسألة ضرورة فيدخل العملية ويصلي متى ما أفاق ولو بعد خروج الوقت، يعني هذه ضرورة، أما إذا كان ما في ضرورة فإن كان أنه يتصرف حسب المشروع. نعم. يقول وإذا كانت عمليته بعد دخول وقت المغرب، فهل له أن يجمع المغرب والعشاء؟ أي نعم، يجمع جمع تقديم، يقول يدخل العملية يجمع جمع تقديم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في صحيح البخاري في قصة ضيف أبي بكر رضي الله عنه، وفيه قول زوجته وقرة عيني لهي تعني الصحفة أكثر من قبل، فهل قولها وقرة عيني قسم بغير الله؟ والله ما شفت الحديث، أنا لازم يجيب لنا نص الحديث كاملا من أوله إلى آخر نشوف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن سياق الحديث هو الذي يعين المقصود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المسلمين يتسنن قبل صلاة الفجر بأربع ركعات، وبعضهم يتسنن قبل الظهر بست ركعات، فهل هؤلاء ينكر عليهم؟ أما بعد طلوع الفجر فلا يتسنن إلا بركعتين فقط، لأنه دخل وقت النهي، ولا يستثنى من الراتب من النافلة إلا راتبة الفجر قبلها، أما قبل الظهر فالراتبة أقلها ركعتان وأكثرها أربع، فيصلي أربعا بنية الراتبة، وإذا زاد عليها ما في مانع، باب الطاعة مفتوح، يصلي الراتبة أربع على أكثر النصاب، وإذا زاد عليها ما في مانع، لأن الوقت وقت صلاة ما هو وقت نهي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقول القائل دخلت على الله ثم عليك؟ إيه نعم، إذا جاء بثم زال المحذور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من المتصوفة من ينشر بين الناس جواز السجود لغير الله، ويستدل بسجود الملائكة لآدم عليه السلام، ويقول إذا رأينا من يسجد لقبر فإنا لا نكفره حتى نعلم ما في قلبه، فكيف نرد على هذه المزاعم؟ الله جل وعلا أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية، لا سجود عبادة، سجود تحية وإكرام، فسجدوا طاعة لأمر الله. الله نهانا أن نسجد لغيره، فنحن لا نعصي الله ونسجد لغيره، ونستدل بقصة الملائكة مع آدم، لأن الأمر لله، الله أمر الملائكة فأطاعوه، والله نهانا أن نسجد لغيره فنطيعه، فلا نسجد إلا لله جل وعلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حضرتها الولادة ولم تخبر أحدا من النساء خجلا، فتحاملت على نفسها فتوفي الجنين بسبب تحاملها، فهل يلزمها كفارة يمين؟ يمين؟ نعم، كتب كذا. إذا تحقق أن الجنين مات بسبب تحاملها فيكون عليها كفارة، كفارة القتل، ما هي كفارة يمين، كفارة قتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، إن قدرت على العتق تعتق، وإن لم تقدر فإنها تصوم شهرين متتابعين كما في الآية الكريمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت سورة الإخلاص في الركعة الأولى في صلاة جهرية وأنا مسافر، فأنكر. نعم. يقول قرأت سورة الإخلاص في الركعة الأولى في صلاة جهرية وأنا مسافر، وأخشى في هذا السؤال الذي سألت عنه هذه المرأة أنها إذا كان تحاملت تقصد قتله، فهذا قتل عمد، هذا قتل عمد، والعمد ليس فيه كفارة، إنما فيه التوبة إلى الله عز وجل. وأما إذا كانت ما قصدت قتله فإن هذا من قتل الخطأ، فيكون فيه الكفارة التي سمعتم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت سورة الإخلاص في الركعة الأولى في صلاة جهرية وأنا مسافر، فأنكر علي بعض الأشخاص وقال لا ينبغي أن تقرأ سورة الإخلاص في الركعة الأولى، فهل إنكاره صحيح؟ هذا جاهل، الله جل وعلا يقول فاقرأوا ما تيسر منه، وسورة الإخلاص فيها فضل عظيم، تعدل ثلث القرآن، تقرأها في الركعة الأولى أو في الثانية، فش المانع من هذا؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض القنوات الفضائية الإسلامية يمثل مشهد أن إمام يكبر للصلاة، ثم تسمع نغمة الجوال خلفه فيلتفت للمصلين، ثم تجيء عبارة اخشع في صلاتك، هل يجوز مثل هذا الفعل؟ والله اليوم كل شيء صار يسمى إسلامي، أناشيد إسلامية وقنوات إسلامية ومدري وأغاني إسلامية، ويلا كل شيء يسمى إسلامي، فهذا من العبث، هذا من العبث في الصلاة، والصلاة لا يمثل بها، ما تحط تمثيلية. نعم. يقول فضيلة إذا أردت أن تنهى عن هذا الفعل انهى عنه بدون هذه التمثيلية، قل يا أخواني لا يجوز فتح الجوالات وقت الصلاة أو داخل المسجد بدون أنك تعمل تمثيلية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالشرك المسمى بشرك في الطاعة؟ هل هناك نوع بهذا الاسم؟ من أطاع العلماء والأمراء في معصية الله هذا من شرك الطاعة، من أطاع العلماء والأمراء في معصية الله أو أي مخلوق أطاعه في معصية الله هذا من شرك الطاعة. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.